كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة يأتي تأكيدا على حرص البلدين على تفعيل آليات التعاون بينهما وأشار مدولي إلى أن اجتماعات الدورة الأولى عقدت في بغداد قبل أقل من ثلاثة أعوام يوم يأتي الحقيقة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد أقل من ثلاث أعوام من عقد دورتها الأولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدينا على متابعه وتفعيل اليات التعاون في مختلف مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق. والحقيقه ايضا دوله الرئيس ان زياراتكم بتاتي في وقت مهم الحقيقه تموج المنطقه والعالم بتطورات متلاحقه وتحديات متزايده على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الامر الذي يتطلب منا جميعا ان نكثف من جهود العمل المشترك وان نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصه ممكنه من اجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من امكانيات